الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك سورة على شكل قلب كتب فيها أسماء السور، وكلما حفظ الطالب سورة قام بتلوينها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمعلم إنما يتخذ هذا الأمر أو هذه الصورة كوسيلة لتحفيز طلابه على تلوين جميع السور، بمعنى على حفظها، يعني أنه يعينهم على حفظ السورة ويحفز هممهم ويبعث عزائمهم على إكمال حفظ القرآن بإذن الله عز وجل. ولا جرم أن هذا من المقاصد الشرعية السليمة المأمور بها شرعا، فقد أجمع العلماء على استحباب حفظ القرآن عن ظهر قلب. فبما أن هذه الوسيلة لم يدل دليل على تحريمها بخصوصها، وكانت تفضي إلى مقصود مشروع، فلا جرم أنها حينئذ تكون وسيلة مشروعة لا بأس بها، لأن مقصودها سليم. ووسائل المشروع مشروعة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن وسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة. فلا حرج عليك أيها المعلم في اتخاذ هذه الصورة من باب تحفيز طلابك على حفظ سور القرآن كاملة، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.